حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة لول واسامي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. نرحب بك أستاذة لول. وفي نشرة الأخبار يعني تحدث عن المؤتمر الذي عقد على مدى عدد من الأيام، وكان حافلا بالعديد من الجلسات وورش العمل، ولعله يعني يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن أهمية هذا المؤتمر الحافل. مساء الخير جميعا، بداية أشكركم على هذه الاستضافة. واسمحوا لي في البداية أتقدم بخالص الشكر لتلفزيون البحرين، وتحديدا لمركز الأخبار ووكالة الأنباء البحرين، على اهتمامكم بهذا الحدث وتغطيته بصورة متميزة على مدار الخمسة أيام اللي مرت. الله يعطيكم العافية، كلكم ما قصرتوا. ومثل ما ذكرتوا، المؤتمر يعقد لأول مرة لمنطقة الشرق الأوسط، ولا يخفي عليكم أن استضافته في مملكة البحرين يعد من المنجزات الوطنية اللي نفتخر فيها، كون البحرين تحظي بثقة دولية لتنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية. الحمد لله تمكننا من تنظيم هذه المؤتمر بمشاركة 10 منظمات دولية مرموقة، واستضافة نحو 107 دول وأكثر من 500 مشارك. قمنا بترويج وتسويق لمملكة البحرين وثقافاتها وجهوزيتها لاستقطاب المؤتمر واستضافته، والحمد لله المؤتمر أسهم في تعزيز مكانة البحرين على الخارطة العالمية في المجال الإحصائي، وأيضا ساهم في دعم الاقتصاد الوطني والقطاعين السياحي والثقافي. في المؤتمر تم استعراض أوراق عمل وعروض علمية ثرية بالمعلومات المتصلة بتمكين مجتمع البيانات، واللي ركزت على أداء تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوثقية SDMX اللي هو Statistical Data and Metadata Exchange، كونها أداء إحصائية مطورة تتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة أسرع وبكل سهولة. وحابة أكد أن فهم هذه الأداء والاستفادة منها ما اقتصر فقط على قطاع الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بل امتد أيضا في هالأيام اللي مضت علينا، بل امتد ليشمل كافة القطاعات الرئيسية في المملكة من المشاركين من مختلف الدول، سواء كان من الخليج أو المنطقة العربية أو حتى العالمين اللي استضفناهم. المؤتمر كان فرصة للقاء هذه المنظمات الدولية عن قرب، مثل صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، الأسكوا، بنك التسويات الدولية وغيرها، وفرصة أيضا لقاء المشاركين من دول عديدة بخبرات متنوعة. هذه اللقاءات ساهمت بلا شك في تعزيز تبادل الخبرات بين المجتمع الإحصائي جميعا وكل من حضر. فحابة في الختام حابة أقول أن احنا سعداء صراحة تنظيم هذا المؤتمر، وما حظي به من نجاح، وذلك بإشارة المشاركين فيه. واسمحوا لي بعد أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتحضير للمؤتمر الإحصاء من فريق البحرين، فريقنا، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. نعم، كل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذة لول واسامي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.